لو انت صوفي ما تشوفش الفيديو ده، ومش قصدي على القماش على فكرة. اهلا بيكم في المورستان. النهارده هنتكلم على الاستاذه بسمه وتصريحها الخطير جدا عن الصوفيه. بس عشان تبقوا عارفين، انا مش بقلل من الصوفيه، هي اللي بتقلل من نفسها. احساس الصوفيه هو احساس، يعني انا واحده من الناس يا جماعه، انا كنت عايشه على حبوب المهدئات والاكتئاب من اول ما بديت اني ان انا يعني اعيش مع الصوفيه، وانا ابتديت احس ان روحي بتتجلى. طب انت متاكده ان ده مش بفعل المهدئات؟ سايد افكت مثلا؟ ان احنا ننشد لسيدنا النبي زي ما نشدوا له اهل المدينه طلع البدر علينا، احنا كمان بنغني لسيدنا النبي، بننشد له، وده بيخلي روحك تبقى محلقه في السماء. الله يا استاذه بسمه، الله والله العظيم انا نفسي احس باحساس التحليق في السماء، في عنان السماء. وعلشان كده انا معايا فيديوهات لاحسن الطيارين اللي هنحلق كلنا معاهم دلوقتي. طبعا دول بيسخنوا قبل ما يطيروا، يعني معروفة مش محتاجة تفسير، يعني اسمهم الحركة الكركرية. الكركرية ده في المسجد يا رجالة. نحلق كمان ولا ننزل ترانزيت شوية؟ ثانية واحدة، الكنترول بيقول لي معانا الشيخ. الشيخ مين؟ بزو؟ آه بتوجع، أقسم بالله بتوجع. أنا أعرف الواحد ماشي ببركة دعاء الوالدين، إنما ببركة الصدر، الصدر دي جديدة. حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. ايه يا رجالة، ايه هنتخانق في المسجد ولا ايه؟ ما تصلوا على النبي او صلوا على اللي بتعبدوه، في ايه؟ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ما هي الحركة البروسلية جميلة هي وزي الفل وكلها فنون قتال يعني. ايه دي؟ فتح لابن محمد، ربي يبارك فيه يا رب، عم حسن، ابو عرفه، ابو مصطفى. انت بتعبد فولدمور؟ الحركه الافعوانيه؟ حضرتك خريج ايه، سليفرن؟ لا بجد، ايه دي؟ يعني لا ذكر ولا، وصوت يعني مقرف، ايه ده؟ الله الله، قانون الله. كنتم خير امه اخرجت للناس. يا نهار اسود، يا نهار اسود. تأمرون بالمعروف وتن. انا لاول مره مش عارف اقول صدق الله العظيم ولا اعمل كده هول الفرقه ولا ايه، في ايه يعني؟ ايرونيكلي انف ان يعني الايه دي بالذات والله العظيم هي اللي توصف كل اللي احنا شفناه دلوقتي. طب انت قريت الكلمات قبل ما تقولها؟ دي بتوصفك اقسم بالله، يعني رشق كده فيك كده. انا بجد لاول مره مش لاقي كلمه اختم بيها واقول اي حاجه اختم بيها، يعني واحده لا تكفي فعلا.